المهم احنا في ضيافه ابو الفنون مسرح محمد السادس في كازا، غنديكم تعيشوا معنا اجواء وكواليس مسرحيه حمام العيالات. يلا هم ها المسرح باقي خاوي، يلا معنا الكواليس نتلاقاو بمخرجة المسرحية لطيفة أحرار. انتي كمخرجة ديال المسرحية الدور ديالك فين تيتجلى؟ بغينا نعرفوا التفاصيل اللي تتوقفي عليهم قبيله، شفنا في لي بريباراسيون واقفة على لي ديتاي، كيفاش تعيشي الدور وسط الكواليس؟ ديجا يعني لو فات ملي كتقومي بالاخراج ديال واحد العمل ولا غادي يعني كتكوني في الاول كومون تو لو بونس وكيفاش عاوتاني كتشوفي الجماليه ديالو مع لو سينوغراف ولا مع ليكليراج، شوف لي ميكرو كيفاش خدامين، لارموني ما بين لي فوا، شكون طالع شكون نازل، ليكيليبر ديال الديكور في لا سين، لانتونسيتي ديال ليكليراج، لان هاد القاعه اول مره غادي نلعبوا فيها هاد السبيكتاكل. النص ديال المسرحيه تكتب جماعي، كيفاش جات الفكره؟ جات من عند خلود وسكينه وفاطمه انهم بغاو يشتغلوا واحد مع بيناتهم وداكشي، دونك ايزون في ابل ليا كمخرجه، ومنين جيت قالوا لي بانهم بغاو دي فام في واحد السبا. ودابا يلا نمشيو نتعرفوا على الشخصية ديال المسرحية. حليمة في حمام العيالات هي واحد الشخصية اللي كانت كتخدم قبل في السبيطار، من بعد في الأزمة ديال كورونا بقاتش خدامة في السبيطار، رجعت كتخدم في السبا. كلثوم هي اللي كانت سبب في أنها جات باش تخدم في السبا. كلثوم كتمثل واحد الطبقة في المجتمع ديالنا ديال العيالات اللي رغم الفقر ديالهم ولكن قادات كيلقاو بلاصتهم في وسط هذا المجتمع وتيلقاو بلاصه فين يخدموا وتيدمروا باش يعيشوا العائله ديالهم، ولكن في كورونا طبعا الظروف صعيبه على كل شيء، دونك كنشوفوا واحد الحياه ديال هاد العيالات في الحمام. الدور ديالي في حمام العيالات هو الدور ديال فاتي، انسانه طيبه وكتحاول ترضي الجميع في نفس الوقت كتلقى انها ما كترضيش راسها، وهي إنسانة مكافحة واللي قرات، ولكن بزاف ديال العوامل أنها جلت أنها ما عمرها اللي كتبداها ما كتكملها. المهم حنا دابا في لاغيجي، معنا طارق مصمم الإضاءة ديال العرض المسرحي. كيفاش تتم لي بريباراسيون وشحال ديال الوقت تاخذ لكم الاستعدادات ديال الاناره؟ هي كاينه مرحله يعني ديال انجاز العرض اللي كيكون فيها التواصل مع المخرج او المخرجه، وكذلك الرؤيه ديال اللي كيقترحها النص ورؤيه المخرج بطبيعه الحال، وكيتم يعني صياغه واحد التصور معين، من بعد داك وفقا داك التصور كنوليو كنشتغلوا ملي كيكون العرض في قاعه معينه كيخص توفير هذاك التصور اللي اتفقنا عليه، يعني كيتم التواصل مع القاعه كنشوفوا امكانيات ديال القاعه واش كامله ولا خصنا نكملوها، وكيوقع يعني ما يسمى بلاميز ديال ليكليراج من بعد لي ريغلاج ولا كوندويت في الوقت ديال العرض. كانوا هادو هما الكواليس، نتلاقاو في العرض. عدنا لاصال بدات تتعمر، الستار مازال مسدود، يلا ندخلوا عند لي زارتيست. مجدة كيفاش كان لقائك اليوم مع الجمهور ديال كازا؟
اللقاء كان زوين بزاف، اللقاء كانت عامره، كنا فرحانين على هذه الفرصه ديال يعني اللعب او الوقوف على الخشبه خلال شهر رمضان، وايضا يعني بعد هاد العامين ديال كورونا اللي كان فيها العمل في المسرح يعني كان متوقف بصفه مستمره. هادو هما الاجواء ديال العرض، ما تنساوش تشجعوا المسرح وتجيو تفرجوا في حمام العيالات. تلاقاو في ليفينمون الجاي. باي باي. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.